شو تشوفين بها؟ اكو نساء يعني من الماكو مسوية كيان، حلو، من الماكو هاي يعني يعني روحة. اخر حالة عندي اني اللي حد الان دا اسألها، هي مكنة روحها، هي مساعدة نفسها، نفسها بنفسها. نعم. صوري عندها 11 طفل يتيم، ما حاجة انه للمجتمع يمكنها، او ما حاجة، هي بقدراتها، هي تنمي قدراتها، والناس هم راح يلتفتوا لها. بالضبط. من شو امرأة صاحبة 11 يتيم وبيها الكانسر وغير قادرة، لا عندها راتب. هذه احد مأدبات الافطار للايتام اقيمت باحد المنتزهات، كان عدد الايتام 1000 يتيم انجمعوا عن طريق الفرق التطوعية. طبعا انا عندي فريق تطوعي، هو سهم دار بدي اسالش عن عندش فرق خاص تطوعي؟ عندي فريق تطوعي خاص، كل من الاخت العزيزة زينب حران، اكيد تحياتي لها من خلال الله يحفظك ويسلمك، والاخت العزيزة الغالية الاعلامية جزائر الكسار، والاخ العزيز الغالي علي الصحفي المصور اللي هو يغطينا تغطيات كل هالموجودة الامور، الصور ونحرر يعني. انا احرر المادة وهو الصور عليه، يعني لقطات كلش حلوة يختار. فبخلال هذه الفعالية الأخيرة بهذا رمضان السابق تعرفت على هاي المرأة، طبعا هي دزت علي من دون هاي الناس القاعدة كلها، كانسر ودعش يتيم، كانسر ودعش يتيم والكارثة. أنا بصراحة استعانيت بأحد، وأنا استعانيت بالأحرى، هم اتصلوا علي بعد ما نشرت حالتها أحد مكاتب النواب، لكن للأسف ما وفوا بوعدهم إلي. وللعلم يعني انطيتها خبر وتنتظرهم وما وفوا بوعدهم، أنه ملتهين بالأمور السياسية الأخرى والانتخابات وهاي زين، وهاي حالة إنسانية. دو ما عندها بيت أجار، المؤجر طبعا هسه طردها خارج البيت، ساعدتها أني واستعانت بناس خيرة ساعدوها، بس إلى متى؟ إحنا نريد أن نحميها لهاي المرأة. وأني هسه من خلال منظركم الإعلامي الراقي أنه أناشد السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية نوفر. نعم. لها راتب إلها والأولادها. نعم. لأنه أنا بصراحة أريد أوصل له، ومواعيد يومية باكر ما ينطوني موعد محدد بلقاء، انشغالات انه هو عنده عمل ميداني بالمحافظات. صحيح. معذور، بس هاي حالة انسانية وبغداد، فلازم ومن الضروري ان يعني كثير من الحالات يوفروا لها راتب يكفي قلها تحتفظ بكرامتها. طبعا عندها اطفال 11 من عمر سنتين الى 17 سنة، يعني جريمة هاي تنترك. طبعا جريمة تنترك بدون مساعدة احد، بدون الناس الخيرة. هسه اخر شيء قلت لك طردوها من هذا البيت، فاكو امراه خيره عايشه بالخارج استعانت بها امراه وفرت لهم غرفه بس من هذا بيت المتروك اللي قافلته، هم خلف الله عليها. انت هم تعتبري هاي امراه ناجحه؟ طبعا انا اذا قلت هاي ناجحه انا اثبت لك هاي ناجحه، لانه رغم مأساته، رغم مأساته هي تبتسم بقوه، تبتسم تكافح وتتناضل من اجل دول 11 يتيم. انا من يمي قلبي ينكسر وهي مريضة. تضحك مريضة. تضحك من تحكي وياي. طبعا زين والله يعني انا لانه تعرف روحها لا لانه تعرف روحها هي امراه ناجحه بالدنيا وبالاخره. اي والله، لانه عندها 11 يتيم والله. وهسه انا ابدا ما راح اتخلى عنها، وان شاء الله اوصل للسيد وزير العمل والشؤون الاجتماعيه اكيد من خلال برنامج تمكين، يعني في ان شاء الله ما راح يقصر، لان هاي حملته الاخيره حقيقه تثلج القلب. طبعا انه هو بنفسه شخصيا طبعا ميدانيا يذهب يعني ميدانيا وبتماس مع الحاله وليوفر الراتب والتخصيص مباشره العراقي، خصوصا المواطن اللي دنشاهد كثير من المواطنين ما عندهم رواتب. المسؤول يعني الناجح. نعم. عمله ميداني. طبعا.